وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال الأوتاد العظيمة التي تثبت الأرض تصير كالهباء المنثور، أبدا تسير خلاص كالسراب، تصير هذه الجبال كالهباء المنثور. والهباء هي هذه الأشياء الصغيرة جدا اللي تراها أمام عينيك أحيانا، النقاط تطير بالهواء هكذا لا وزن لها ولا قيمة لها، هكذا تكون الجبال. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، وحفظنا الله وإياكم في ذلك اليوم. نعم.